موضوع النهاردة عن احتياجات كل واحد فينا وازاي يعني كل واحد فينا يكون بيسدد الاحتياج بتاع التاني. عايز اقول ان كتير قوي في بداية الجواز الناس بتبقى حاسة انه الجواز ده حاجة لطيفة وجميل. هو جميل فعلا لطيف بس بيبقوا ناسين حاجة معينة، بيبقوا ناسين حاجة مهمة، ان في مسؤولية. يعني دايما بيبقى في مسؤولية قدام كل نعمة، بيبقى في مسؤولية. فلان الجواز دي عطية ونعمة وحاجة كبيرة قوي وسر مقدس، فقدامه في مسؤولية. لكن ساعات في بداية الجواز الواحد بيبقى ملهي بحاجات كتيرة كده، كل حاجة جديدة وحياة جديدة وشقة جديدة وزيارات، وبعدين تحديات بقى الشغل والفلوس، بعدين تحديات الولاد والخلفة فبتضيع المسؤولية. ولما كمان عمر جوازنا بيكبر فبنحس انه زي ما احنا متعودين، وبيحصل مشاكل كتير قوي بسبب انه مش كل واحد بيقوم بدوره. وعايزة اقول على حاجة مهمة قوي، انا لما بقوم بدوري اوتوماتيك بسدد احتياج الاخر تاني. حتة دي مهمة قوي، لما انا بقوم بدوري انا اوتوماتيك بالدور اللي انا بعمله ده هو تسديد لاحتياج الاخر. فمن غير يعني لو الاخر، لو الطرف الثاني طول الوقت بيشتكي ان احتياجه مش مسدد، يبقى في طرف مش قايم بدوره. تاني، تسديد احتياجي انا كزوجه هو ان الزوج يقوم بدوره ويسدد احتياجي اوتوماتيك. فكل واحد دايما يبقى مش باصص هو عايز ايه من التاني او ازاي هيسدد له احتياج، لا كل واحد يبقى مركز في دوره. تعالوا النهارده نلخص الادوار بتاعتنا في 4 ادوار للراجل يسددوا احتياجات الست، و4 ادوار للست يسددوا احتياج الراجل. بس في البدايه هقول مقدمه انه بسبب التفكير السطحي وبسبب انه احنا زي ما قلت في الاول ان احنا بنبقى عايزين الحاجه كده من غير مسؤوليه ومن غير التزام، وزي ما بنشوف في الاعلانات او بنشوف في الافلام او بنشوف في الميديا او زي ما احنا تربينا، فبيبقى في اخفاقات في الادوار. تعالوا نخش في الموضوع على طول. تعالوا نبتدي بليتس فيرست الستات الاول كده، نشوف ايه الاحتياجات بتاعت الست، وانا بخاطب الرجاله وبقول لهم احتياجات الست، فانا بقول لحضرتك الدور هو احتياج وده دور، يعني ده دور حضرتك وفي الاخر هيكون بيسدد الاحتياج. ستات عندها 4 احتياجات مهمه قوي وبالترتيب كده. اول احتياج الاحتياج للامان، والامان في كذا حاجه. عايزه تحس دايما ان هي مسنوده على حد بيهتم بيها، حد متاح، حد بيعمل لها اللي هي عايزاه. ودي الوصيه اللي في الفرح، انت المسؤول عنها من بعد والديها. هنلاقي ان الادوار بتاعه الرجاله والستات تقريبا متلخصين في الوصيه بتاعه العريس والعروسه. فاول احتياج للست تبقى محتاجه للامان. الامان في الاهتمام. يعني ايه الامان في الاهتمام؟ انها تحس ان هو بيهتم بيها، مش بيهتم بحاجه ثانيه، مش بيهتم بشغله الاكتر. ولان في اولويات، فالاولويات هي شريكه الحياه، بعد كده الاولاد، بعد كده العيله، بعد كده الشغل. يعني ترتيب الاولويات كده، الله طبعا رقم 1، علاقتي الشخصيه بالله، مش الخدمة، علاقتي الشخصية بالله، كل واحد علاقته الشخصية بالله، بعد كده شريك الحياة، وبعد كده الولاد، بعد كده الأهل، وبعد كده الشغل. ده الترتيب بتاع الأولويات. فإحساسها بالأمان بتبقى عايزة تحس إن هي مهمة، أو إن هي ليها الأولوية عن الشغل، عن الولاد حتى. يعني ممكن أب أو زوج يبقى مهتم أوي بشغله ومهتم أوي بالعيال، لكن مش مهتم بيها، ده بيحسسها بعدم الامان. فاحتياج الست للامان وللاهتمام، وانه الراجل متاح وانه مديها الاولويه. الاهتمام كمان او الامان في الاعجاب، ان هو
معجب بيها، وان مفيش واحده ست تانيه او مهما كانت حتى لو كانت امه في اعجاب اكتر من مراته، حتى لو بيروح وبيرحح كده مره في الاسبوع وبياكل الاكله اللي نفسه فيها عند مامته، لكن عدم تعبيره انه حتى معجب بقى، يعني ساعات بتبقى مستخبيه وسط الكلام، الله انا كان نفسي في الاكله دي من زمان، لما يروح عند مامته مثلا فالست على طول تحس انه يبقى انا مش معجب باكلي، مع انه ما قالش كده بس يتفهم كده من الكلام. فالست بتبقى عايزه تحس بالامان حتى في الاعجاب بالاكل بتاعها، بطريقه ترتيبها للبيت، في النظام اللي هي عاملاه عن النظام اللي حماتها عاملاه، فكل ده بيسبب امان او بيدي بيسدد لها الاحتياج. الامان في الامانه، يعني الست تحب تحس بالامان في الامانه، فامانه الراجل امانته تجاهها انه مش بيبص لحد تاني، امانته تجاهها انه مش معجب بحد تاني، امانته تجاهها ان حتى الموبايل متاح مفيش باسورد عليه، ايه الشات بتاعه، في امان، هي حاسه بالامان. من ضمن الحاجات اللي ما بتسددش احتياج الست للامان لما الراجل يخبي الموبايل او يحط له باسورد هي ما تعرفوش، او يتكلم في التليفون واول ما تدخل تروح يروح قافل التليفون، ده عدم امان. فالامان في النظرات، يقول الكتاب كده من نظر الى امراه ليشتهيها، يعني لفتت نظره حركت شهوه جواه فقد زنى بها في قلبه، ده ما يديش امان للست. لو الراجل بيتفرج على مواقع اباحيه ده ما بيديش امان للست. فالامان في الامانه، فامانته نزهته واستقامته. الامانه في الفلوس انه متاح وعارف، يعني اقصد انه هي عارفه كل حاجه عن فلوسه، هو محوش كام، حاطط كام في البنك، بيقبض كام، اترقى الترقيه زودت له كام، فهو بيبقى شفاف. عشان كده الوصيه تقول وكان كلاهما عريانين، يعني شفافين واضحين، فده يدي الست امان. فاحنا كده قلنا الامان في الاهتمام والاعجاب، والامان في الامانه في علاقته بنفسه، علاقته بيها، الامان كمان في ان مفيش مقارنه، مش بيقارنها باخته بمامته بواحده في الشغل يعرفها، مش بيقارنها. المقارنه بتعمل عدم امان حتى لو كانت عاديه. الست دايما بتبقى حساسه قوي لما يبقى في مقارنه، وعلى طول بتحس بعدم الامان، على طول بترجع الموضوع انه اكيد انا مش حلوه، اكيد هو بيتكلم على حد احلى، اكيد انا مش مكفياه، فكل ده يعمل عدم امان في العلاقه. فأول احتياج للست وأهم احتياج هو الاحتياج للأمان، وده دور كل راجل إنه يحسس دايما مراته بالأمان. الاحتياج الثاني للست هو التلامس، سوري العاطفة، التلامس العاطفي وغير الجنسي. دايما الست تحب حد يحضنها، حد يلمسها، حد يطبطب عليها، حد يعطف عليها. عشان كده في الوصية يقول وتكون حنونا عليها، فدايما بتحب تسمع كلمة حلوة، تحب يبقى في حوار عميق بينها وبين جوزها، تحب تتكلم ويسمعها. لكن ده بيبقى فيه اختلاف شوية عند الراجل، انه دايما بيبقى محتاج التلامس الجنسي اكتر من العاطفي، لكن الست محتاجة تلامس عاطفي. الراجل الشاطر لما بيدي للست عاطفة واهتمام وأحضان، وده دوره، بيسدد احتياجها وبالتالي هو بيشبع. عايز أقول كمان قاعدة مهمة قوي في الاحتياجات والأدوار، إنه أنا لما بسدد احتياج الآخر أنا بشبع، ده حاجة كده أوتوماتيك، لما بسدد احتياج الآخر أنا بشبع وأنا بفرح وأنا بنبسط، كل حاجة بتستقيم، متبقاش في حاجة مش مظبوطة. فهرجع تاني واقول انه احنا محتاجين كل واحد يركز على دوره، انا مفروض اعمل ايه، واوتوماتيك الدور بتاعي هيسدد احتياج الاخر، واوتوماتيك
دوري وتسديد احتياج الاخر هيعود عليا بالشبع والفرح. فاحنا قلنا اول احتياج للست هو الامان، ثاني احتياج هو التلامس العاطفي غير الجنسي، ثالث احتياج التواصل الكلام، يحكي معاها عامله ايه النهارده، عملت ايه في البيت، عملت ايه مع العيلة، عملت ايه في الشغل، عملت ايه لما روحتي عند مامتك، عملت ايه. فالتواصل، لان دايما الستات بتحب تتكلم وشويه الرجاله قليل الكلام، ونسبه الكلام عند الرجاله بتبقى 1-4 تقريبا، يعني قدام كل 4 كلمات الراجل بيقول واحده مثلا، قدام 4000 كلمه الراجل بيقول 1000، وعاده بيخلصهم في الشغل، يعني هو بيخلصهم وبيرجع الخرس الزوجي بيبتدي بالليل. بس هي بتبقى عايز تتكلم، ودايما الراجل يلوم الست ان هي برخايه وتتكلم وتتكلم صاحبتها وتتكلم مامتها. طب ما هي ده عايزه اقول ايه، ان ده اختلاف ما بين الراجل والست، مش خلاف، ده اختلاف، يعني دي سيكولوجيه، يعني حاجه كده الراجل محتاج يفهم ان الست محتاجه ترغي، فمحتاج يتواصل معاها ويحكي معاها ويخش معاها في حوار على كل حاجه. وعايزه اقول للراجل التواصل هيؤدي الى العلاقه الحميمه، يعني انت لما تتواصل وتخليها تتكلم وتعبر عن نفسها، لما تيجي تطلب العلاقه الحميمه هي هتبقى متاحه. لكن واحده ما بتتكلمش اليوم كله وحضرتك بتيجي ساكت بالليل وفي الاخر بتطلب العلاقه الحميمه، فهي يعني هي عايزه تواصل، هي عايزه احضان وكلام جميل وتواصل، والعلاقه الحميمه هتيجي. دايما العلاقه الحميمه عند الست رقم 3، عند الراجل رقم 1. ف ليه بقى كان كتير دايما يقولوا لي يعني ربنا مش عادل، علشان خاطر يعني العلاقه رقم 1 عند الراجل ورقم 3 عند الست، والراجل ممكن يكون بيشبع اكتر والست. فكان دايما ردي انه ربنا سامح بالاختلاف ده، علشان دايما ابص على الاخر واشوف ايه الاخر اللي عايزه واعمله، وده بيشبعني. يعني لما بخرج بره احتياجي ونفسي للاخر وشوف ايه اللي بيفرحه، وده اللي ربنا عايزنا نعمله. خلوا بالكوا ادوارنا ليها علاقه بالكتاب قاله في افسس، الرجال يحب والست تخضع. هتلاقوا لما نخلص الادوار هربطها ببعض بكلمه الحب والخضوع والرأس والمعين، يعني الادوار بتاعتنا كمان ليها علاقه بده. طيب يبقى احنا اول احتياج للست الامان، ثاني احتياج التلامس العاطفي غير الجنسي او الاحضان، ثالث احتياج التواصل والكلام، رابع احتياج احتياج للقياده، يعني يبقى تحس كده ان هو بيقود البيت وبيفكر معاها وبيفكر في احتياجات العيال وبيشوف ايه اللي ناقص في البيت. و بطبيعه عايزه اقول لكم معلومه صادمه ومحزنه، بس احنا لازم نعرفها، ولو عرفناها ممكن نتغير. بطبيعه طريقه تربيتنا والمجتمع الذكوري اللي اتربى فيه الولاد زمان، ان الراجل ما يعملش حاجه في البيت وما يجيبش طلبات وما يقومش يعمل حاجه، والبنت هي اللي بتعمل كل حاجه. فانتوا لو عندكم ولاد، انتوا اكيد ولادكم كبار بما ان في 35 سنه جواز، ف لو احنا عندنا ولد وبنت، لو فرقنا في المعامله ما بين الولد والبنت، الولد يفضل قاعد مأنتخ والبنت هي اللي تفضل تخدم عليه، هيطلع الراجل لما يجي يتجوز نفس الفكره، سي السيد ومراته هي اللي تخدم عليه وهو بقى قاعد. ايه حصل وبيحصل وهيحصل. لا احنا مش عايزينه هيحصل، هو حصل وبيحصل، مش عايزينه هيحصل. عايزين بعد ما نسمع النهارده الكلام دوت، عايزين نعمل حاجه مختلفه. ومحدش يقول هو بعد ما شاب ودوه الكتاب، ولا بعد ما قعدنا سنين عمرها قد كده هنقدر نغير. طبعا نقدر نغير، يعني عايزه اقول لكم ده الجمال اللي عند المسيح، انه اقدر اتغير في اي وقت في عمري، واقدر اغير طريقه تفكيري،
ومفيش حاجه اسمها عند المسيح حد شاب وحد خاب وحد كبر وعجزنا وخلاص يعني. فعايزه اقول ايه، ان الطريقه اللي احنا اتربينا بيها زمان كرجاله انه الراجل ما يعملش حاجه، ولما كبر واتجوز فبقى الست هي المبادره، بقت هي الايه حركه، الراجل قاعد. انا مش متحامله على حد، بس انا بشوف الشكل الحقيقي للحياه، واتمنى الرجاله ما يزعلوش مني. إيه مش الشكل الحقيقي للحياه؟ طيب. نعم مش قاعده. طيب ما انا مش قاعده، لا يلا نقوم نعمل حاجه في البيت في البيت. هي مش قاعده طبعا، بس خايفه ان يكون بعض الرجال، انا بقول بعض، يكونوا مش مبادرين، ما عندهمش المبادره بسبب طريقه التربيه، بسبب فكره الذكوره اللي احنا المجتمع الذكوري اللي احنا فيه، فبسبب حاجات كتيره في الماضي وفي طريقه التربيه، فممكن بعض الرجاله يكونوا مش مبادرين، مش واخدين القياده، يخاف يقول كلمه فتطلع غلط فيقول لها اللي انتوا عايزينه اعملوه. مش تشوفوا كده في رجاله كتير يقولوا اللي انتوا عايزينه اعمل، انت عايزه اعمل ايه؟ صح؟ بيخاف ياخد قرار. الاحتياج الرابع والمهم عند الست انها تبقى محتاجه للقياده. طيب اعمل ايه لو جوزي مش قائد او مبادر او عينيه معايا في البيت وعينيه معايا على العيال ومش سايب الدنيا ويا دوبك بيشتغل ولسان حاله، هو انا بلعب بره ما انا بجيب لكم فلوس؟ لا، ما حضرتك لازم تبقى ده جزء من الشغل طبعا، والبيت مهم جدا، البيت اولويه عن الشغل. فبعض لسان حال الرجاله يقول انا يعني انا ماليش دعوه بالبيت، انت ليكي دعوه بالبيت، انا مجرد ان اللي انتوا طلباتكم اللي انتوا عايزينها. لا طبعا، ده بيخلق كمان جيل سلبي من الرجاله ومن الستات ومن البنات. يعني موافقاني يا عابد؟ تقولي لي اه موافقاني. طيب كنت بتقولي لا مش فاهمه. انا بقى مش عايزه اعمل حاجه في البيت مثلا. يعني انا خلاص طبخت لك وانا داخله، خلاص طبخت بجد، عملت الفاصوليا، دخلت عريت الحاجه لقيته حاطط الفاصوليا كده. معلش معلش يعني صدر حضرتك عايز تقول حاجه؟ خلي الكلام ده متناقض شويه. مع ياسمين عز عماله تطلع كده يعمل لي كده وبتاع عينه مش شايفه. الميديا حتى بتخلي الميديا بتخلي الراجل ليه حاجات معينه، هو بيشتغل هو بيعمل لك البيت والطبيخ، يعني اعرف ان كان جزء من الراجل بيخش المطبخ عايز يعمل حاجه او اكله او كده. لا فهل ده متعارض مع الرواد؟ لو هو طلع لبس ابتدى يساعد ابتدى يعمل، طبعا احنا بناخد الادوار بتاعتنا من الكتاب المقدس مش من العالم. انا قلت في الاول خالص انه في مشاكل في الادوار بسبب الميديا وطريقه التربيه وبسبب التفكير السطحي اللي احنا اتربينا عليه والميديا طبعا. فالميديا طبعا هتبقى بتقول كلام غير اللي احنا بنقوله ده خالص. انا اقصد بالقياده اللي هو احتياج الست الرابع، ان هو يبقى مش سلبي، ان هو ومش معنى كده ان هو يفضل يتخانق بقى عشان ما يبقاش سلبي، لا، ان هو يبقى ايده بايديها مش في المطبخ. ما اقصدش في المطبخ، لو وماله لو في المطبخ مفيش مشكله، بس اقصد ايده بايديها في 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 الحياه، في افكار، في هنعمل ايه مع العيال، هنوديهم فين، هنلبسهم ايه في العيد، يعني هنعمل ايه في العيد، هنشتري ايه، طب ما تعالي نفكر. ما تبقاش هي اللي بتفكر طول الوقت، ما تبقاش هي اللي في الساقيه طول الوقت وهو مش قادر يقود. وده ليه علاقه بالراس، كلمه الراس، الرجل راس المراه، يعني الرجل راس المراه، عشان كلمه راس دي بنفهمها غلط. كلمه راس ليها ثلاث معاني في الكتاب المقدس من الكتاب. اول حاجه راس الشيء او راس السنه او راس الشهر، يعني ايه؟ يعني اول، او راس السنه يعني اول السنه. فكلمه راس يعني اول، فلما اقول الرجل راس المراه يبقى الرجل اول المراه. طيب لو خدنا كلمه اول دي
وبدلناها في الآية من أراد فيكم أن يكون أولا فليكون آخرا. فيبقى الرجل رأس المرأة معناها الرجل هو الآخر. مش هتقدروا مش قادرين طبعا، بس هو ده معنى كلمة رأس. لا هو رأسه يعني عشان الرقبة اتحرك. لا مش زي ما تطلب تقول هو الرأس وهي الرقبة فهي بتحرك. فكلمة رأس يعني الأول، ومن أراد فيكم أن يكون أولا فليكون الآخر. فأدي معناها أن حضرتك رأس المرأة، أن أنت في الآخر، مش أن أنت اللي تاكل الأول، مش أن أنت اللي اهتماماتك تتجاب الأول، مش أن أنت اللي تنزل تشتري الأول، لا أنت في الآخر. ده مفهوم الكتاب. أنا عارفة أن أنتم ممكن يبقى المحاضرة صادمة وآخر مرة تجيبوني وأنا ما عنديش مشكلة، بس أنا دايما بحب أقول كلام من الكتاب، كلمة الحق من الكتاب. المعنى الثاني للرأس وتكون الرئاسة على كتفيه في أشعياء لما كان يتكلم عن المسيح. يعني الرئاسة تبدأ، كلمة رأس يعني رئاسة صح؟ فالرئاسة تبتدي من الكتف. يعني إيه الرئاسة على الكتف؟ إيه كان على كتف المسيح؟ صليب. فلما يكون الرجل رأس المرأة يعني شايل مسؤولية البيت على كتفه. فأول حاجة الرجل رأس المرأة يعني آخر البيت. الرجل رأس المرأة يعني شايل مسؤولية البيت على كتفه. المعنى الثالث لكلمة رأس، دايما الرأس بتاعتنا اللي في دماغنا الدماغ دي هي اللي بترسل إشارات، ولما بيكون مثلا صباعي متعور الرأس بتفضل ترسل إشارات للصباع والصباعي، فايه اكن ايه الراس هي ايه المسؤوله عن وجع الجسم كله. ولما في حته في الجسم بتتوجع الراس بتبقى مدركه وبتبقى واعيه وبتفضل ترسل اشارات. معنى ايه بقى ان الرجل راس المراه؟ يعني لو حضرتك تبقى واعي ومصحصح لو اي حد في البيت موجوع او متضايق او تعبان او متالم، فتبقى مش قاعد على حينك بقى الان مش عارف تنام. الرأس لو صباعي واجعني انا ما بنامش صح؟ الرأس بتبقى صاحية. لو ايه لو صباعي بيقول مالكش دعوة، يبقى احنا محتاجين نرجع الثقة بينا ومحتاجين نرجع المية كده بينا. ممكن يكون بسبب عشرة صعبة كلام او حياة كان فيها بعد وجفاء وفيها عدم مشاعر وعدم احساس بالاخر، فالطرف الآخر أخذ جنب ومش عايز التاني يتدخل. لكن إحنا ممكن نصلح، ودي مسؤولية الجواز. كنت دايما أفتكر إن الجواز ده عبارة عن اللي هو يعني إيه، مجرد ما اتجوزنا خلاص الدنيا بقت كويسة ونحن هنحب بعض أوتوماتيك. بعد سنين كتيرة، أنا بقالي 25 سنة متجوزة، بعد سنين كتيرة في جوازي أدركت إنه لا، هو إن أنا محتاجة، هي الجواز ده بذرة بحطها في تربه وكل يوم بسقيها ميه، ولو في يوم ما اهتمتش بالجوازه دي، الجوازه دي زي الزرعه هتذبل، مش هينفع تكبر نفسها بنفسها. والجواز ده هو الطفل البكر بتاعنا، وعلى شكلته بتطلع بقيه العيال. لو احنا النهارده بقى لنا 25 سنه 30 35 15 متجوزين، واحنا جوازنا ما كانش احسن حاجه السنين اللي فاتت، نقدر نجرب تاني ونحاول نهتم. ادينا بنعرف اهو الاحتياجات. احتياجات الست اربعة: الامان، التلامس العاطفي يعني الاحضان غير الجنسي، والتواصل العميق، والاحتياج للقيادة. طيب لو انا يعني ايه، انا مبادرة اكتر من جوزي، اعمل ايه وهو ما بياخدش قرار بسرعه؟ انا اللي على طول متعوده بقالي سنين، انا اللي باخد قرار، انا اللي بروح، انا اللي بفكر، انا اللي... مفيش مشكله، عوديه واحده واحده ياخد قرار. عارفين زي ايه مثلا؟ اكتبي له. عارفين مثلا زي ايه؟ لما حد يكتب مثلا على ورقه بيضاء كل الافكار ويقول للتاني امضي، فانت فكري ودبري وحبقي واعملي كل اللي انت عايزاه وشاركي، يقول له ايه رايك نعمل كده، وبعدين ايه رايك نعمل كده، ايه رايك، فيقول لك اوكي، فاعتبري ان هو اللي عمل القرار مش انت. وخليكي ذكيه، مش كل مره تقولي له هو انا كل مره افكر، انت ما تفكرش من نفسك،
لا فكري انت واعرضي كل افكارك عليه وهو يوافق وكأنه هو اللي قال الافكار كلها. الاريح لك انك تفكري. بس على فكره اقول لكم على حاجه، هو ده مش ده الاحتياج بتاع الست. والست محتاجه للقياده، محتاجه حد يقودها، محتاجه حد يفكر معاها وياخد لها القرار. فعلى فكره لو انت بتعرفي تاخدي القرار وده الاريح لك، انت متخيله ده، بس مش ده اللي ماشي مع كلمه ربنا ليكي، وده اللي مش ماشي مع الخضوع، انه في جزء منه انا في حد بيقود وانا بخضع ليه. وبرده معنى الخضوع مختلف تماما يعني عن الست الخانعه اللي بتقول حاضر وخلاص، لا مش هو ده الخضوع. ف تعالوا نلخص احتياجات الست والراجل يبقى عارف دوره. دورك تديها امان، دورك تتواصل تواصل عميق، دورك تتلامس معاها عاطفيا وتحضنها، دورك ان انت تقود. فلما تعمل دورك ده هيسدد احتياجها اوتوماتيك. ودورك ليه علاقه بالحب، في ان انت بتخرج بره نفسك بتشوف احتياج الاخر، وليه علاقه بكلمه الرأس. طيب احتياجات الراجل، وده دور الست. اكتر حاجه الراجل بيحتاجها واول حاجه واهم حاجه الاحترام. الاحترام يعني ايه الاحترام؟ الاحترام ليه معاني كتير. اول معنى للاحترام وابسط معنى ان انا معليش صوتي عليه ومعليش صوتي في البيت. ما ينفعش واحده ست تعلي صوتها على جوزها في البيت. ده مش معنى كده علشان هو السيد فانا معليش صوتي، لا. هو مش مفروض ان صوتنا اصلا يبقى عالي، ولا الراجل يبقى صوته عالي اصلا يعني، ولا الراجل برضه يبقى صوته عالي. فبالاولى الاناء الضعيف. ولما الكتاب المقدس بيقول على الست الاناء الضعيف، ما يقصدش ان هي ضعيفه، لا هي الرقيقه يعني. ما ينفعش الست تعلي صوتها لان ده بيهين الراجل. حاجه تانية من الاحترام، لان هو بيحتاج جدا للاحترام، اسمحي له بالفشل. لما يغلط وما يعرفش يبادر، ما يعرفش يقود، يفكر في حاجه وتطلع غلط، ما تقولوش انت فشلت وانا قلت لك وانا 100 مره اقول لك. لا ده مش احترام. احترام ان انا اسمح له انه فشل بس انا في صفك، والقرار اللي انت خدته ما كانش صح. مثلا في حد خد قرار بالهجره، حد خد قرار انه غير الشقه، حد خد قرار انه مثلا، ما تقولولوش ان القرار اللي انت خدته غلط وانا قلت لك، لانه هو بعد كده مش هيعرف ياخد قرار تاني، لانه على طول عارف انه بيفشل. وفي نفس الوقت احنا هنحس بقى بالافضليه وان احنا اللي بنقود البيت. لا خليكوا في صف بعض يعني، حتى لو القرار غلط انتوا الاثنين قدام القرار الغلط، انتوا الاثنين قدام الازمه، مش تقفي قدامه وتقولي له انا قلت لك ان ده مش صح. ده نوع من انواع الاحترام. الراجل بسبب انا اسفه ان انا هقول كده، 97% من الرجاله كتير عندهم احساس بالنقص، وده بسبب التربيه. فدايما بيتعوض ده بحاجة من اللي هو الصوت العالي، الغضب، عدم حضور الكنائس، لأن حضور الكنائس أنا مش محتاجة أتعلم لأني أنا عارف كل حاجة. فده بيتكفر بأنه أو ما ياخدش قوي يبقى سلبي. فده بيتكفر بالحاجات دي كلها، بأن أنا بعوض الإحساس بالنقص ده بسبب طريقة تربية غلط في الطفولة. وإحنا كمان الستات برضو عندنا إحساس كتير بالنقص، بس اقصد كمان مع احساس الراجل شويه بان هو ما بيقدرش يستحمل حتى المدير بتاعه يعلي صوته عليه، ولا حد في الشغل من اصحابه يعلي صوته عليه، بيحس بيتوجع. فالاحترام ده احتياج رئيسي جدا لاي راجل جوه البيت وبره البيت. وزينا بنشوف طبعا في الشوارع لو حد كسر على حد بالعربيه او بيعمل فيه ايه، لانه بيحس ان هو قصر عليه نفسه، هو مش قصر على عربيته.
ودي مش دعوة ان احنا نقول انه انا كده وهفضل كده، لا دي دعوة ان انا اشوف انا مين في المسيح. كل راجل هو ابن المسيح حقيقي وبيمثل حضور المسيح على الارض، فدي حاجة يعني دي حاجة تعالج اي مشاعر بالنقص جواه. ولكن الاحترام بتاع الست وانها تعلي صوتها عليه وان هي تسمح له بالفشل، وان هي كمان في نقطة تانية مهمة ان هي تشوفه كما لو كان مميز. كان في كلمة كده مكتوبة عن ازاي الست تعامل الراجل، وكانت كلمة صادمة جدا لناس كتير. بيقول لك تعاملي معاه كأنه يسوع. صادمة صح؟ كأنك بتتعاملي مع يسوع. شوفي ازاي تتعاملي مع يسوع. مش موافقين على الكلمة دي صح؟ صعب صح؟ بعيدا مع اني كنت فاكره انك فرحت تنبسط. ايوه تعاملي طب بلاش. لو انا قلت لكم ان بقول لكل واحد راجل تعامل مع مراتك كانها يسوع، تحبوا كده برضه؟ لا ممكن هبقى زيك. طب ايه رايكم انه البيت وانا داخلاه، يعني كان دايما ابونا تدرس يعقوب المالطي يقول كده اكتبوا حتى على ابواب بيتكم الايه بتاعه ما هذا الى باب السماء وهذا بيت الله وهذا، يعني وانا داخل البيت بحس ان انا داخل بيت ربنا والست اللي جوه دي بنت ربنا. طب انا هقول لكم على حاجه، هو مش احنا في الفرح في الايه بيقول ايه نعلن في هذا المحفل المقدس زواج الابن البكر على الابنه البكر؟ ابن مين وبنت مين؟ طيب هي بنت ربنا، فانت هتعاملها كانها من عيله يسوع زي يسوع بالظبط، ما بنته يعني هو ربنا، يعني ما احنا بنقول بقى كلام في الكنيسه غير اللي احنا بنعيشه، هو ابن ربنا على فكره، فانا هعامله زي يسوع لانه ابن يسوع، ابن الله، هو ابن ربنا، هو ابن ربنا، هو حامل حضور يسوع، المفروض انه حامل حضور يسوع للعالم. وحضرتك حامله حضور المسيح في المطبخ في البيت في الشغل، وانت بتجيبي حاجات من السوبر ماركت انت حامله حضور المسيح، وهو حامل حضور المسيح، فهو لما يخش كانه المسيح. وحضرتك لما تخش من البيت كان انت داخل البيت والمسيح جوه. احنا لو اتعاملنا كده مع بعض، انا عارفه انه صعب بس ممكن، على فكره ممكن نحاول نعمل كده، نقول له يا رب حتى حليها في عينيا، حليه في عينيا، اديني نعمه في عينيا، اديها نعمه في عينيا، يعني طول الوقت نكون بنصلي حتى الصلاه دي. ما انا مش هعرف احترمه لما يفشل غير لما يبقى انا شايفاه مش هو الغلط، يعني انا شايفه جوزي مش هو الغلطه اللي غلطها، مش هو الصوت العالي اللي عماه، مش هو التجاهل اللي تجاهلني بيه، انا هو حاجه وتصرفاته حاجه. وعلى فكره المبدا ده مهم قوي في علاقتي باولادي، ان اولادي حاجه واللي بيعملوه حاجه ثانيه. وعلى فكره ده المبدا اللي ربنا بيتعامل فيه معايا، انا حاجه وتصرفاتي حاجه، اذ ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا، يعني واحنا بنتصرف تصرفات خيبانه المسيح كان بيحبنا. ليه؟ لانه فصلني عن تصرفاتي. فحضرتك محتاجه تفصليه عن تصرفاته، حضرتك محتاج تفصلها عن تصرفاتها، محتاجين نفصل العيال عن تصرفاتهم، هم مش تصرفات، هم مش قله ادبهم، هم مش صوتهم العالي، هم مش بجاحتهم وقله مذاكرتهم، هم شخصيات ولاد ربنا، دي تصرفات بسبب حاجات كتيره حاصله. فاول احتياج للراجل هو الاحترام، احترمه قدام الناس واحترمه من وراه، زي بالظبط لما ساره كانت بتقول سيدي ازاي هيحصل كده وسيدي قد شاخ، لما كانت بتقول كده لما الملك ربنا يسوع في ظهور احد زهورات الابن والملكين لما كانوا مع ابراهيم وقالوا له بعد سنه هتكون عندك اسحاق، هي كانت قاعده جوه في الخيمه مستخبيه ما كانش صوتها طالع، وكانت بتقول كده في سرها
ازاي هيحصل كده وسيدي قد شاخ؟ عشان كده الكنيسة لما بتقول وتخاطبيه يا سيدي، هي ما كانش مكتوب في الكتاب المقدس خالص ان سارة قالت لابراهيم يا سيدي، بس قالتها في سرها. فكأن انا بحت بتحصل. وفي التكوين نفسه قالت ايه في التكوين؟ كانت قاعدة جوه يعني في سرها، يعني ما قالتهاش بصوت عام. فانا بحترمه حتى في سري، ازاي اعكس نقط قوته وازاي اسطر ضعف قدام الناس على قد ما بقدر بعمل كده. ده نوع من انواع الاحترام وهو مش موجود. فاول احتياج واهم احتياج عند الراجل هو الاحترام. تاني احتياج هو العلاقة الحميمة. ساعات لما الست بترفض العلاقة الحميمة الراجل بيحس ان هو اللي اترفض. الراجل ساعات بيحس ان هو اللي اترفض مش العلاقة نفسها. فده خطأ عند الراجل. لما الست تبقى مش قادرة على العلاقة الحميمة ما تحسش ان الموضوع جه على قلبك، مش انت اللي اترفضت. هو الموضوع ممكن يكون تقيل، ممكن يكون مش عندها رقم واحد، ممكن تكون هي تعبانة وسط اليوم. بس حضرتك خلي بالك انك ما ترفضيش كتير، على قد ما تقدري ما ترفضيش. وخلي بالك ان هو ساعات بياخد الرفض على عليه هو، يعني انا اللي اترفضت مش العلاقه نفسها اللي اترفضت. وعايزه اعيد تاني انه لما احتياج الست بيتسدد من الاحضان للكلام الطيب للتواصل، هي اوتوماتيك بتبقى مقبله على العلاقه الحميمه. وطبعا عايزه اقول انه العلاقه الحميمه لان هي مشوهه بسبب اللي بنسمعه وبنشوفه في التلفزيون وفي الميديا وبسبب المواقع الاباحيه. فبقى كل راجل ممكن يتخيل انه زي اللي بيشوفه هو هيبقى عايزه من مراته، لكن ده مش صح، ودي كارثه المواقع الاباحيه. وعايزه اقول حاجه بالمناسبه عن المواقع الاباحيه، ان هي بتغير في طريقه تركيب المخ. عملوا سكان كده للمخ لراجل مش بيتفرج على مواقع اباحيه، وراجل تاني بيضرب مخدرات، وراجل تالت بيتفرج على مواقع اباحيه. فلقى مخ الراجل اللي بيتفرج على مواقع اباحيه شبه مخ الراجل اللي بيضرب مخدرات، مفرغ، ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يركز، لانه بيصيب المنطقه اللي بتديله قدره على التركيز وعلى الافكار وعلى التحليل، غير مخ الراجل خالص اللي بيبقى سليم مش بيتفرج على مواقع اباحيه. فعايز اقول انه ابليس بالذات في النقطه دي بيدخل بسبب النجاسه اللي موجوده حوالينا، وبسبب حاجات كثيره ملخبطه ممكن ما تبقاش دوافع الراجل نقيه، وما تبقاش كمان ماضي الست نقي، بسبب تحرش، بسبب خوف معين، بسبب يعني النقطه دي بالذات بتبقى عليها ازمه. فاحنا محتاجين حتى ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض لو احنا عندنا ازمه في النقطه دي. ثالث حاجه من احتياجات الراجل اللي مهم ان الست تكون بتسددها هو الاهتمام المشترك. يعني لو هو بيحب يتفرج على الكوره ما تنكديش عليه وقت الكوره، يعني اعملي له فشار واعملي له حاجات حلوه. وحتى لو مش قادره تقعدي تتفرجي معاه يعني خليكي لطيفه في الوقت ده، ما توقفيش قدام التلفزيون وتقولي له اسمعني بص على يعني لا سيبي يتفرج على الماتش. يعني هو بيهتم بهوايه معينه، اهتمي انت كمان بالهوايه دي. يعني مثلا لو هو بيحب مثلا يلعب كوره اديله وقت في الاسبوع 3 4 ساعات يكون بيلعب كوره. لو هو بيلعب تنس انزلي اشتري له مضرب بينج بونج ولا تنس. لو هو بيحب يعزف على اله اعملي له مفاجاه، يعني اقعدي اسمعي معاه فيديوهات. يعني فهو بيحب الحاجات المشتركة ان انت تعمليها معاه، ويحب انه اهتماماته انت تشاركيها معاه. رابع احتياج للراجل محتاجة ان الست تكون بتسدده وده دورها، هو البيت المريح. مش بس البيت النظيف الاكل فيه تمام، بيت المريح يعني بيت في صوت واطي، في تفاهم، في حكمه،
في تأجيل لحاجات ممكن تعمل مشاكل دلوقتي نستنى عليها، مش أول ما يدخل نصرخ. لأنه عملوا إحصائية كده لقوا إن نسبة الطلاق في مصر زيادة قوي من الساعة 3 الظهر للساعة 5 فده الوقت الرجوع. مع إن إحنا مش عارف محدش بيرجع الساعة 3 بس ما يعني دي كانت إحصائية في مصر. مثلا الستات الرجالة أنا أقصد وقت دخول الراجل هو بيبقى منهك جدا، فلو سمحتي ما تطلبيش منه حاجة وهو داخل، دي من نص ساعة بس يريح يخش الحمام ياخد شاور يرتاح يقعد على السرير يتفرج على حاجة، بعد كده نقعد نحكي بقى نطلب ما بلاش وعلى الباب تستقبليه. في ستات بتستقبله من تحت يعني اللي هو ايه وانت طالع معرفش ايه ما فيش مشكلة يعني، بس ممكن نكون بنهندلها. المهم هو داخل من الباب، عشان كده في الوصية يقول لك ايه قابليه بالبشاشة. اشمعنى قابليه؟ لان هو الوقت ده بيبقى فيه منهك مش يعني اللي هو ايه حقيقي اكبر نسبة طلاق كانت من 3 ل 5 والرجالة داخلة والستات عمالين يقابلوهم. احتياجات الراجل الاحترام، والاحترام في كذا نقطة، في ان انا اصطر على ضعفه، ان انا احترمه في سري، ان انا اسمح له بالفشل، ان انا معليش صوتي عليه، ان انا اشوفه كما لو كان حد كامل واعامله كيسوع، فادي الاحترام. النقطة التانية هي العلاقة الحميمة، ونقعد نتناقش فيها لو احنا عندنا ازمات. النقطة الثالثة هي الاهتمام المشترك والهوايات. النقطة الرابعة هو البيت المريح وجوهريا مش بس مكانيا. احتياجات الست عارفينها ولا واحدة ولا عرفت؟ لا لا ده انا هسمع كده، انا هسمع الرجالة قولوا لي احتياجات الست. تمام، التلامس العاطفي، القيادة، التواصل، الكلام الرخي. يلا لو قولي احتياجات الرجل. الاحترام. ايوه العلاقة الحميمة، الاهتمام المشترك، البيت المريح. الاحتياجات الراجل اللي هو دور الست ليه علاقة جدا بالخضوع وبالمعين، فلان هي معينه نظيره ولان هي بتخضع، فهي بتشترك معاه في اهتماماته، بتحاول تعمل له بيت مريح على قد ما تقدر، تتواصل معاه في العلاقه الحميمه، وتحترم. فكل دور حد ليه علاقه بالكتاب لما قال كده. عايزه اقول ان كل واحد ما يطلبش من التاني حاجه، كل واحد يعمل اللي عليه. كنت دايما في بدايه المشوره كده اسمع قصه انه كان دايما بيحكي لنا يعني الدكتور مجدي اسحاق يقول لنا كده اتنين اتجوزوا وكانوا امناء خدمه وناس بقى كبيره قوي في كنيسه، ويوم الفرح هم قالوا بقى الاتنين دول ما اتجوزوا دول هيخلفوا رمبان صغيرين يعني. اول يوم في الفرح وهم هي هو بالبدله وهي بفستان فرح فتح الكتاب المقدس ده حلو قوي، قال لها ايه بقى هتخضعي لي احبك؟ قالت له لا تحبني هخضع لك. الكلام ده مش صح، كل واحد يعمل دوره، وربنا لما يلاقيني امين في دوري الاخر هيعمل دوره. بقى بلاش، انا عايزه اقول كلمه صعبه، بلاش نشحت احتياجاتنا، تعالوا نعمل ادوارنا كناس ولاد ربنا ليهم كيانهم ليهم سلطانهم وليهم كرامتهم. ما تشحتيش دورك، ما تشحتيش احتياجك، اعملي دورك كحد ليه كرامة، ما تشحتش احتياجك، اعمل دورك كحد ليه كرامة. كل واحد لما يعمل دوره كحد ليه كرامة، اللي هو عارفين الحد اللي بيبقى ايه شبعان وبيعمل دوره عن شبع، ولما يعمل دوره هيسدد احتياج الاخر فالاخر يعمل دوره اوتوماتيك. كل واحد يعمل كده، يعمل دوره عن شبع مش يشحت احتياجه عن شحاتة وجوع. بلاش تشحتي الأمان، بلاش تقولي له ركز معايا وسيب الموبايل، بلاش تقولي له اهتم بيا أكتر من أمك، بلاش تقولي له اتكلم معايا ورغي معايا وكلمني، بلاش تقولي له كده. اعملي أنت دورك
وما تشحتيش احتياجك، اعمل حضرتك دورك وما تشحتش احتياجك. هتريح دماغك تعمل دورك وتمسك احتياجك هيتسدد. ايوه بس انا خايفه يكون عن اللي هو تريح الدماغ. لا احنا عايزين يبقى في شركه يا جماعه، يعني عايزين يبقى في شركه. اكتر حاجه غاليه على قلب ربنا العيله، واكتر حاجه ابليس بيحاربها العيله البيت. اكتر حاجه عارفين ليه؟ لان الكنيسه، عارفين الكنيسه عباره عن ايه؟ انا عباره عن بيوت صغيره جنب بعض. فلما البيت ده يتهدم والبيت ده يتهدم والبيت ده يتهدم والبيت ده يتهدم ما بقاش في كنيسه. فدي اكتر، ما بقاش في ناس في الشغل تشهد عن ربنا. لما حضرتك في الشغل تروح وسط الشغل الناس كلها، اللي مطلق واللي سايب واللي رامي مراته واللي قاعد عندهم واللي مش سائل فيها واللي جوازه والسلام، لما حضرتك تكون وسط الشغل نور وسط العائلات دي تغير المجتمع، تشهد عن المسيح اللي جواك وحضرتك كمان كده. لكن لو احنا اصلا عائلات مكسره احنا مش هنعمل حاجه في البلد ولا نعمل حاجه في اشغالنا. انتوا فاهمين الدور؟ احنا محتاجين بيوتنا تكون حلوه عشان احنا علينا مسؤوليه تجاه العالم، مسؤوليه تجاه اشغالنا والناس اللي بنقابلهم في اشغالنا. ما تسمحش لنفسك تسمع كلام سلبي من حد معاك في الشغل على مراته. احنا دايما دايما نعمل ايه؟ نهزر بده اللي هو ايه؟ يا ست يا راجل ده دي ست نكديه بتقرف، واحنا نهزر مع بعض كده برضو ده يقرف ومعرفش ايه وانا مش طايقه عيشتي فحتى الهزار وحتى الكلام وحتى لما يبقى فيه مثلا واحده ست معديه وانت تعلق عليها بهزار، ده مش هزار، ده ايه؟ ابليس بيستخدم كل ده يا جماعه. فما تسمحش ان حد قدامك يهزر بحاجه غير لائقه على الست بتاعته او على الستات بشكل عام، وما تسمحيش ان حد يهزر قدامك بحاجه مش لائقه على الرجاله. ارفضي ده وخليكي نور وسط المجتمع اللي انت فيه في الشغل او في جيرانك، انه لا ما يصحش، احنا المفروض نكون مع بعض وفي صف بعض، لان احنا علينا مسؤوليه تجاه البلد. احنا مش مسؤوليتنا جوه الكنيسه بس، احنا مسؤوليتنا تجاه البلد والشارع والشغل والاماكن اللي احنا بنروحها علشان نكون نور وملح فيها. والعيله هي اكتر شكل هيبقى بيشهد عن وجود ربنا في حياتنا. ربنا يدينا ان كل واحد حقيقي يقوم بدوره. وعايزه اقول كلمه اخيره خالص، مفيش واحد راجل هيقوم بدوره ويبقى عنده طاقه يعمل الاربع حاجات اللي قلت لكم عليها، ولا واحده ست يبقى عندها طاقه تعمل الاربع حاجات اللي قلت لكم عليها من غير ما يكون عندنا مصدر للميه وللشبع من ربنا. لما بصوا، لما بشبع من ربنا بشبع، بيملا ايديا ويملا قلبي فاروح افيض على شريك حياتي. لكن لما مش بشبع من ربنا ببقى انا فاضي وشحات. تخيل واحد شحات مدد ايديه لمراته ومراته شحاته برضه، هما الاثنين مش هيقدموا حاجه لبعض. هو يقول لها سددي لي احتياجي ودلعيني ومش هشتكيني، وهي تقول له دلعني وكلمني وهات لي وسوي لي وسدد لي احتياجي. هما الاثنين شحاتين بس هما الاثنين فاضيين ايديهم لبعض وفاضيه. لكن لما انا بقعد مع ربنا وبتميل بيه بيشبعني، فانا بروح افيض على شريك حياتي اوتوماتيك وبعمل دوري من غير حتى ما هو يسدد احتياجي. ربنا يلاقيني امين بعمل دوري، فيحس التاني كده ينخصه في قلبه يقول له مراتك امينه معاك انت كمان اعمل دورك، او جوزك امين معاكي انت كمان اعملي دورك. ميرسي على وقتكم واسفه ان انا اخرتكم، لان احنا المجد دايما ابدا يا جماعه.